5. جوسيمار جونيور ضد اللاعب محمد استبار. محمد استبشار شاهدناه فاز في نزال الأول في آخر 5 ثواني للنزال بطريقة ذكية جدا. جوسيمار جونيور راح يكون خصم قوي جدا على اللاعب محمد استبشار. وضعية جارد مغلق كامل من قبل اللاعب جوسيمار جونيور. وانتقالية رائعة جدا من وضعية الوقوف إلى وضعية التريانجل. وضعية جميلة وحركة انتقالية رائعة جدا كانت من قبل لاعب جوسيمار، وهروب أجمل بصراحة من قبل اللاعب محمد، لكن يهرب إلى وضعية الأوموبلاتا. الآن سيطرة أوموبلاتا من قبل اللاعب جوسيمار جونيور. جوسيمار جونيور يعني لا شيء يذكر إلى الآن في هذا النزال، لا نقاط لا أفضليات. هذه محاولة الحصول على حركة تسويب، لا ما في، لم تكتمل هذه الحركة. إقصاء إقصاء، نعم نشوف الحكم إقصاء، ما أدري كيف اللاعبين لم ستوب. لحظة هنا نشوف نشاهد أوكي الحركة، لحظة شوي هل كان فيها أوكي كان في عندي سب، لا لا إقصاء إقصاء صحيح نعم، لأنه كان ممسك بال كان ممسك بالساق بحركة استسلام، يعني سوى حركتين خطأ، يعني أدخل الساق بطريقة خاطئة ولف أيضا في الطريقة الخاطئة، فكأنه دبل ديسكواليفيكيشن، فإقصاء اللاعب محمد ونقول هارد لك يا محمد. نشوف هذه هنا، نعم يعني حركتين خطأ، حركتين خطأ، القدم ساقك خطا ولفتك خطا، يعني كانه دبل، هذه حركتك خطا ولفتك خطا يا محمد. هذه انت حزام اسود المفروض تعرف ان هذه الحركه خطا، كيف حتى تعترض على الحكم؟ فهارد لك يا محمد. نشوف هنا ساق اليمنى كيف دخلت للداخل هذا الاقصاء الاول، وانه بعد كيف لف للداخل هذا الاقصاء الثاني، بس طبعا هي في النهايه كلها اقصاء لواحد اللاعب.